مرحبا بكم في حلقة اليوم من احنا معاك، البرنامج اللي يحاول انه يرافق اصحاب المشاريع. البداية باش تكون بمتابعة لبعض الحالات اللي شفناها في حلقات سابقة. باش نبداو بمتابعة لحالة سناء المختصة في معالجة المياه واللي تعديت ببرشا صعوبات في مشروعها. قلت الحمد لله سافا فيو لي انا عندي زاد البرومي تو نولي نعمل شويه ستوك برودوي شيميك ونبدا نخدم على روحي بشويه بشويه وتو نكبر بشويه ونحيت حتى اللي تحت راسي فلوس حطيتهم تحدت وحدي اللي عرضني يقعد مش مصدقه لي انا سكرت والله وقت كثرت عليا الديون مشيت بعد كرامتي باش نرسوم. بعد بث الحلقة ردود الفعل كانت إيجابية من عديد الأطراف ومنهم وزارة البيئة. اليوم قابلت مسؤول مدير في وزارة البيئة شافني في الباساج حب يعاوني. مشكلتي هي برينسيبالمون فينانسيير مع تيناك باش نشري النورم وهما يجيو يعملوا إجراءات مطابقة المواصفات. هو ما يمنعش اللي هو حب يواصل يعاوني باش يشوف مع حكاية السيتات ويزيد يشوف شكون ينجم يعاوني في التيناك يلقوش فورمول هكا ندفع بشويه ولا كيفاش حاصيلو يحل مشكلتي يرحم والدي بارك الله فيكم ميم سي تانونور توا حتى كيف بعث لي فهمت. سناء مواصله مع فريق احنا معاك لايجاد حل للصعوبات نتاعها وللحديث بقيه. وين كنت وين صبحت معناتها حتى مورالمون تبدلت وبديت ثقتي ترجع بحكم برشا يتصلوا يحبوا يعاونوني ان شاء الله يا رب ان شاء الله تتحقق حلمتي ونرجع نديماري مشروعي. انا الحقيقه متوقعه فما شويه صعوبات اما جو في لي ديباسي ان شاء الله. في نهار سبت عشية فريق الخبراء المختصين لبرنامج احنا معاك كانوا على موعد مع فوزي ودنيا وعبد الوهاب وغيرهم من اصحاب المشاريع اللي شفناهم في حلقات سابقة للبرنامج. دونك باش نخدموا نهارين ان شاء الله مع بعضنا على بروغرام هذا اسمه إيلان معناها انطلاقة عملناه لكم انتوما خصيصا معناها لكم انتوما المشاريع نتاعكم باش يكون فما برشا تواصل فما برشا ايشانج برشا جو زادة وباش تكتشفوا عاجيت على رويحكم وعلى لي بروجي بتاعكم ان شاء الله. ليزيكسبير بتاعنا حضروا برشا تمارين لاصحاب المشاريع. دونك كل واحد فيكم شنو باش يقول؟ باش يعرف بروحه اسمه اللقب وشنو المشروع بتاعه وباش يعطي كاليتي على روحه ميزه. داكور؟ اون كومونس تفضل. فوالا ديجا هذايا سام ديفو. رباك تجي في ال Bien, c'est Bidonia ou mon projet c'est une pâtisserie, ma qualité, j'en trouve pas, mais bien, ça marche bien. Non, fin taille pour le Wi-Fi. Très bien, merci. الأوبجيكتيف نتاع الكوتشينج هذايا كوليكتيف اللي احنا باش نعطيوهم ساعة مهارات في الشخصية نتاعهم في الثقة في نفسهم في الإدارة نتاع المشروع في كيفاش يوليو يشوفوا معناها في الحاجات وباش نعطيوهم زادة دي كومبيتونس تكنيك قعدنا نختاروا حبينا نعملوا ميكساج دونك هما يكملوا بعضهم دي بروفيل كومبليمونتير. الهدف نتاعنا نخدموا معناتها افيك الانتيليجونس كوليكتيف خاطر اليوم عبد ان انتربرونور كان يحس روحه وحده مش باش يقدم دونك ان انتربرونور لازم يكون يحس اللي راهو ماهوش وحده ثم عباد كيفو اليوم دي زونتربرونور اليوم كيفو لفرد مستوى معناتها في ليدي نتاع البروجي نتاعهم دوب ما بداو اليوم عندهم دي بروجي من نوع اخر اما راهو سي انغشيسون باش يخدموا بعضهم النهار الاول على البوستيون نتاع ان انتربرونور والنهار الثاني على الماركتينغ ديجيتال كيفاش هما بعضهم يكتبوا ان بوبليكاسيون سواء سور فيسبوك والا يعرفوا لي زوتي نيسيسير اليوم معناتها انيسياسيون هي باش تكون بطبيعه الحال. جيت باش نتعرف عليهم نعرف شنو لي بروجي نتاعهم شنو المشاكل اللي عرضتهم وكيفاش نجموا يتخطاوها. ما عجبتني نتعرف على مشاريع اخرى نتعلم الحاجات اللي ناقصتني. فهمنا شو انتوا قالت حاجه ما ليكيب اللي شفتهم في الحلقات الاخرين اليوم تلمينا مع بعضنا لما هينا نتعرفوا على بعضنا شو الافكار بعضنا وخاصه نتعلموا برشا حاجات جدد. لونتربرونور بالفلوس اكاهاو اي ني با انتربرونور بور موا. الوغ انا بور موا حاجه كيف ما هذايا في لو بو دو وقت اللي توا قعدناه هو دو سافوار انك ماكش وحدك.
مازال عنا متابعات لأصحاب المشاريع اللي تعدوا معنا في احنا معك، وللحديث بقية. هاي كورة اللي ما تمشي كورة، حبا دور دور دور. الميدان الرقمي والتكنولوجي هو المستقبل في تونس والعالم. باش نرجع مرة أخرى لإندا ونشوفوا جهودها في الميدان هذا. العالم اليوم يعيش على وقع التحولات الرقمية في كل مجالات الحياة، تعليم وتكوين وتشغيل وغيره، واللي المتطلبات فيهم تغيرت وولت مبنية على الثقافة الرقمية اللي ولت مسيطرة على حياتنا، واللي ترتكز على مهارات خاصة بالقرن اللي نعيشوه كما التواصل والابتكار والنقد ومهارات المعلومة والاتصال وغيرها من الوسائل والتقنيات اللي اكتسابها أصبح مفروض لمسيرة التطور التكنولوجي في العالم. احنا في مقر إندا العالم العربي. اليوم النهار الثالث من تكوين يدوم 6 اشهر في الديفلوبمون ويب لفائدة 24 شاب تقدموا إندا مجانا للمهتمين بالاختصاص هذا. هي اللي وضعت استراتيجية متكاملة لتمكين جميع الفئات من النفاذ للتكنولوجيا الحديثة ومتطلبات القرن 21. تعلمنا تولي دو بارتي، بارتي فرونتاند والبارتي باكان، تولي دي متاعكم اللي اخترتوها كلكو سوا ابليكاسيون ويب والا بلاتفورم، باش نخدموها بالبارتي فرونت باللي تكنولوجي اللي استعملناهم كلكو سوا رياكت جي اس والا فيو جي اس. منذ 2018 اكثر من 150 شاب من الاحياء المحيطه بمقر إندا بحي التحرير تمتعوا بحلقات تكوين في اختصاصات تكنولوجيه ورقميه مختلفه، بالاضافه لالاف المهتمين اللي تعدوا من هوني وكملوا طريقهم باش يبعثوا مشاريع ولا يدخلوا في مهن العالم الرقمي. كما ترى معنا فما دي بروفيل اللي قارين جوست 9 من باخذ الباك، فما دي انجينيور في دي سبيساليتي اوتر معناها كو لانفورماتيك، فما دي انفورماتيسيان زاد. جو بونس سي اون ريشيز لي شونج ما بيناتهم هما، معناها سي تري انتريسون، سي تري امبورتون ليهم هما. Et au-delà que c'est un métier d'avenir, c'est des gens qui rêvent d'avoir des startups technologiques à forte valeur ajoutée. C'est juste pour nous les compétences nécessaires. L'IT, les compétences en IT, c'est des compétences complémentaires. On applique l'IT dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la santé, le secteur du transport, etc. Exactement, exactement. في دراسة السامبلون والويكالة الفرنسية للتنمية AFD في 2018، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تونس يشغل أكثر من 80,000 شخص وفيه قرابة 1500 شركة مختصة، مع الإشارة إلى أن الدراسة ضمنت صعوبات عديدة في إيجاد مستوى الكفاءة المطلوب عند طالب الشغل في الميدان هذا، الشيء اللي عطل الانتداب. مثلاً في 2016 أكثر الاختصاصات المطلوبة كان لو ديفلوبمون ويب موبيل. شفت ناس خرجوا من دورات سابقة في دي فورماسيون. شفت اليوم كيس كيل فون با شفت شفت ديجا احنا فورماسيون دو 6 سيمين جو بونس كو سا سافي مانتون ا موان او دو موان معناها ملي خرجوا ناس يخدموا في دي زونتربريز معناها دي زونتربريز كبار معناها مانيش باش نقول اسامي دي زونتربريز معناها انفورماتيك كبار اللي ما كانوش يمكنهم معناها ياخذوا الفرصه هذه من غير ما يعملوا الفورماسيون لهنا اليوم يسون بالحق معناها لقاو ثنيتهم وبعد حتى كي يحتاجوا تمويل Bien sûr, il y aura tout un programme بعد معناها qui sont dédiés معناها pour les accompagner. On a le programme finalement par exemple le programme de Startup Studio qui les accompagne à mettre en place des startups innovantes. Et puis bien sûr, معناها on les accompagne que ce soit avec un data wheel et avec nos partenaires pour la levée de fonds pour avoir les fonds nécessaires et lancer leur propre startup. Par exemple, les membres اليوم هذم تاع الفورماسيون على الاخر كلمتك هما ديريكتومون انديريكتومون ماهمش تلمستي مي اونيتمون كي كراو الامباكت مشرف عليهم كي كراو اكزاكتومون كي راو الامباكت على كل واحد فيهم معناها ناس اللي بالحق معناها ثم شكون اللي جا من بعيد ضد الظروف بكل شيء ثم شكون اللي جا من بعيد مي اونيتمون كي ترى اللي هو حاس روحه ينجم يعمل حاجه حاس روحه معناها ولا ند مع بتترا فيك دي انجينيور افيك دي دكتور اتسيتيرا سي ان امباكت تري بوزيتيف اون تري فيير اونيتمون في اندا دو سيت امباكت تحكي عليه اسمه نسيم نسيم وسامي وبرشا معناها مش كان نسيم هذا نسيم شاب يسكن في جبل الأحمر حكايته نجم تكون مثال على المثابرة والإيمان بالذات نسيم قريت حتى؟ نوفيماني وشو تعمل هوني؟ والله جتني الفرصة مع إندا ما لقيتها معناها يشونجمون باش يكون لحياتي خاطر أنا بطلت القراية عندي برشا بريسك 10 سنين توم اللي خرجت علاش خرجت؟ ظروف معناها وشوي واحد كان صغير مخه مش في القراية معناها جيت اليوم؟ أكيد علاش انا رجعت نقرا وعرفت اللي العمر ما عندوش حتى دخل معناها فما عباد رجعت تقرا كبر مني معناها بالطبيعه دونك رجعت الغرام معناها حاجه تعجبك
عندي انا اخويا في الدومين شوي معناها وانا نحب نكتشفه وما لقيتش فرصه كيفاش في بالي لازم معناها نيفو باش تقرا ولا تقرا معناها في الليسي. كيفاش عرفت انه في اندا فما فرصه انك تعمل الفورماسيون هذه في الديفلوبمون ويب؟ والله جيت على السوفت سكيلز عملت ولقيت ديجا على الباج انا عامل جيم على الباج نتاعهم. كي جيت سمعت لهنا وزدت دخلت شفت معناها على الباج نتاعهم عملت انسكري والحمد لله. وقت اللي بديت الست جمعات كان فما صعوبات باش انك تفهم شويه فما دي تير ما تفهمهمش حاجات صعب عليك؟ والله بالنسبه لي انا يمكن خاطر ديفلوبمون بالانجلي يكور كل بالانجلي انا ماشي ثقافتي انجليزيه شوي اما شنو هي معناها في لي بريزونطاسيون في لي بريف بالفرنسيه انت قريت انجلي حاجات انجلي اي واحد قبل ما تجي قبل ما نجي معناها حياتي كامله معناها مركز معاها الانجلي نسمع في وزيكتي كل بالانجلي يعني تفهم تقرا تكست قدامك تفهم اليوم انت في النهار الثاني مازالوا خمسة اشهر وبرشا ايامات دونك كيفاش تقيم التجربه هذه وكيفاش تظهر لك معناها نهار اخر؟ والله ساعه توسكي ديجيتال معناها المستقبل نتاع العالم هذا ما فيهوش كلام ومعناها ليزوبورتونيتي محلوله على الاخر الخدمه موجوده جوست واحد يعمل ايفور كبير قبل كل شيء لازم يكون يحب الحاجه هذه باش يعملها. اليوم العالم هذا كما قلت انت ديجيتال هو المستقبل ستادير الناس كل يوم حياتها يدخل فيها برشا ديجيتال سواء في الوزير في الخدمه في القرايه ولا غيره. ترى انت انه اللي عملته انت انك بطلت قرايه قعدت 10 سنين ورجعت الحاجه تحبها. سهل اللي يتفرج يقول ممكن حاجه صعيبه ممكن حاجه ماهيش في المتناول؟ والله بالنسبه لي انا سهل مش خاطر ابارتير من ذاتي انا معناها اي انسان ناجح ينسبيريني معناها ناخذ لي ريفيرونس معناها الموجوده اللي نشوفها في التلفزه في الانترنت فما عباد بالرسمي فما عباد ريفيرونس في العالم من باخ كملت مكتب ولا كوليج وعاودت حياتها وهي كبار وقرت ووصلت. نسيم يخدم برشا حتى خارج الفورماسيون يحب نهار يوصل لحلمه بالاختصاص هذا ويوري انه البدايه من جديد ديما ممكنه. وئام مهندسة مختصة في أمراض النباتات اليوم هي في التكوين هذا باش تتحصل على مهارات تكنولوجية تابعة اختصاصها. وئام أنت خذيت شهادة في الأغرونومي وبعد قلت هيا خلينا نمشي نعمل ديفلوبمون ويب. العلاقة هذيا كيفاش تفسرها ما بين الشهادة نتاعك وما بين الفورماسيون تاع فيها؟ فيت الأغرونومي دومين نحبه معناتها عملت فيها سيكل انجينيور. أنت اخترته؟ بيان سور. أما من بعد معناتها j'ai réalisé que les amis je maîtrise d'autres outils ma takima l'informatique ou le hajet adouma et surtout grâce à un développement web ce sont des outils hajet li bistrali li nkhdem domaine li nhabou ou najem hatta ma ta d'autres domaines le souq chogl hakeka ma معناها كي نفسروا شويه الناس اللي peut-être تحب تعرف اكثر انت فاش تحكي مستدير l'agronomie مثلا à partir من ابليكاسيون تنجم تعمل تحكم في الري عن بعد مثلا ولكن باش تتحكم في الري عن بعد لازم يكون عندك لي زوتي اللازمين باش تعمل هذا ولا ما تقراهمش هذا معناها لا مش موجود في فورماسيون ان طون كانجينيور اغرونوم فماش الكوتي هذايا لا دونك انت حبيت تطور هذا في اختصاصك في روحي اي في روحي برانسيبالمون باش كي نعرف الحاجات هذوما نولي نجم نخدمهم سواء البروجي ليا سواء معناتها في حاجات بروجي عند ناس اخرين معناتها كيفاش سمعت انه الفورماسيون هذه موجوده معناها شكون قال لك؟ بزهر على الريزو سوسيو على الفيسبوك اي على الباج فيسبوك عرضتني بوبليكاسيون دخلت كملت شفت قريت لقيت الفورمولير عمرته تعديت بالانتريتيان وسي سا L'initiation de le groupe, les formateurs ou l'environnement, le collo, sincèrement, il s'aide. Tu sais que tu as surtout les femmes ont des profils différents. Le collo, les femmes ont des profils différents. Mais je suis informatique, je suis de formation à la base informaticien. J'arrive, tu l'as ou il s'en l'a bien sûr, mais tu t'as l'air de moi. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu les outils que tu as fait après 6 mois? هي سي موا انتنسيف معناتها راهو من الصباح للعشيه والميثودولوجي هذيا كان نمشوا فيها ستة شهور تنجم تتعلم اي حاجه في حياتك حتى كان مش انفورماتيك حتى اصعب من الانفورماتيك. نهار اخر تشوف روحك وين؟ نشوف روحي ان شاء الله عندي ستارت اب نتاعي في الدومين اللي نحب عليه. كما الشبان اللي يتكونوا مع اندا وئام باش تحاول بعث مشروعها ستارت اب في الاختصاص. عندك التمويل اللازم للستارت اب؟
سمعت اللي فما خبير بي اللي بعد فما فاز اخرى ينجموا اللي عنده دي زيدي دي ستارت اب ينجموا يعاونوه يكملوا معاه يمولوه شويه بتاتخ ان شاء الله. جماعه اليوم علي لقى خدمه جراس الفورماسيون. هذا علي تعدى بتكوين مع اندا في الانيسياسيون ويب لمده 6 اسابيع ووصل اليوم باش يلقى خدمه في الاختصاص. ومن فات خدمت برشا خدم قبل هكا عملت قصيده على القرايه. خدمت في سنتر دابيل، من بعد خدمت برشا خدمة أخرين، ومن بعد عملت شهادة في ريبريسيون جي اس ام، خدمت بها، خدمت تسكي معناتها في التليفوني كل شيء، ومن بعد بقيت بريود بطالة، ومن بعد معناتها أنا عندي معناتها كان تاع هانديكاب اللي ما نجمش نخدم اللي يجي، وحبيت معناتها نشوف حاجة اللي تتوالم مع حالتي الصحية، اللي هي كانت سبب معناتها في قسان قرايتي، ومن بعد في قسان برشا خدم. سمعت بالفورماسيون هذيا معناتها ابارتير معناتها من صحابي ومن الفيسبوك زاد هما بعثوا لي اللين، واهم حاجه معناتها من اللي شفتها واللي علموا هنا واللي من بعد كانت لي معناتها هي اهم حاجه باش شفت بها الخدمه انهم علموك ما تقف على حد شيء وتعلم كل شيء وحده. اليوم علي يخدم تحدى برشا حاجات باش ينجم يحقق جزء من اللي يطمح له، لانه نظره الناس لاعاقته ما كانتش ديما ايجابيه. تو معناتها دبرت خدمه في سوسيتي ستارت اب دو فونت اون لين. انا نزيد نغتنم الفرصه هذه باش نشكرهم ومعناتها نشكر الشيف نتاعهم اللي هو سي محمود على خاطر اعطاني الفرصه وقبلني كما انا. اللي دي سوسيتي اخرين معناتها ميم با يعطيك ستاج مش امبوشمون، معناتها هو مش ما يعطيكش ستاج، يخدم عندك معناتها السي في والا يقول لك ابعثولي على ايميل والا ما معناتها يقبل، وفي الاخر معناتها ما يرجع لكش. خدمه ديفلوبر راي انك تحل المشاكل، اذا كان انت ما عندكش الحكايه هذيا انك تسلم من اول اوبستاكل ما تنجمش تكمل في الديفلوبمون راي.